بسم الله يا ابو الابن الروح القدس واحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته ومعونته من الان والى ابد الابدين كلها امين. اشكر محبه الاباء ابونا مرقس وابونا ارسنيوس ان سمحوا لضعفي ان انا اخد بركه القداس النهارده، وان هم سمحوا لي ان انا اقول كلمه في وجودهم، واحنا اولادهم ونتعلم منهم. شاكر محبتهم متضح في هذه الايام المقدسه وفي اعياد حلول الروح القدس وعيد العنصرة. كلنا بيبقى لينا طلبة واحدة في هذه الأيام، وهي الامتلاء بالروح القدس. كلنا أحبائي أخذنا الروح القدس في المعمودية، ولكن النعمة الأولى اللي بناخدها في المعمودية بتبقى نعمة مجانية، بناخدها كلنا من غير ما نتعب فيها. إن الروح القدس بناخده في المعمودية وبيثبت فينا بسر الميرون، ولكن يبقى عمل الإنسان أن يفعل كل مجهود في حياته لكي يمتلئ بالروح القدس. والروح القدس يا أحبائي علشان يملى الإنسان لازم الإنسان يكون فاضي من جميع الخطايا علشان يقدر يتملي. الروح القدس يدخل جوه النفس البشرية ويريد أن يملأها، ولكن الإنسان اللي بيبقى جواه بعض الخطايا المسيطرة عليه يظل الروح القدس يحاول أن يملأ هذا الإنسان، وعلى الإنسان أن يستجيب لهذا النداء. عشان كده احنا في حلول الروح القدس في عيد العنصرة بيبقى كل طلبتنا إن احنا نتذكر إن احنا محتاجين نجاهد في هذه الحياة لكي نمتلئ بالروح القدس. فالروح القدس ساكن فينا منذ أن أخذنا المعمودية وسر الميرون المقدس وأصبحنا هياكل للروح القدس، ولكن الروح القدس بوسائط النعمة اللي بناخدها في الكنيسة وبصلواتنا الخاصة وبجهادنا الروحي يستطيع الإنسان أن يكون دايما يسلك بالروح. علشان كده في غلاطية 5:16 يقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. والامتلاء بالروح القدس أيضا يجب أن يكون امتلاء دائم، يعني كل يوم في جهاد شخصي لكي أمتلئ. ما ينفعش يوم أجاهد أن أكون ممتلئ بالروح القدس وأيام كثيرة أكون بكسل، وبالتالي لن أستطيع أن أكون دائما ممتلئا بالروح القدس. علشان كده المسيح كان مثالنا الأعلى في الامتلاء بالروح، عشان كده كتب عنه انه كان ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا بحكمة، وكانت حكمة الله عليه في لوقا 2:40. ولما ربنا عاش في العالم وتجسد وكان مثالا لنا في الامتلاء بالروح وكان يسلك بالروح، ايضا وعدنا بحلول الروح القدس وقال لتلاميذه ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقاصي الارض. وايضا وعده تحقق في عيد العنصرة لما حل الروح القدس في يوم 50 وامتلأ الجميع من الروح القدس وكان يتكلمون بكلام الله مجاهرة. والصلاة يا احبائي هي اكتر شيء يخليك تمتلئ بالروح القدس. عشان كده كل يوم الكنيسة بتفكرنا في صلاة الساعة الثالثة ان احنا نصلي ونطلب ان نقول ايها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر والكائن في كل مكان والمالك كنز الصالحات معطي الحياة هلما تفضل وحل فينا واملأنا. دي طلبة بنمتليها كل يوم لكي نمتلئ من الروح القدس. وعلشان الانسان يمتلئ بالروح القدس اول حاجة لازم يكون عنده رغبة، رغبة جوايا، أنا محتاج أسلك بالروح، أنا مش عايز أعيش في العالم بالجسد. أول حاجة رغبتي ديت تكون رغبة قوية إن أنا أمتلئ بالروح القدس. تاني حاجة أطلب كتير في كل صلاة وفي كل طلبة أقول له يا رب ملاني بالروح القدس. تالت حاجة لازم أكون مسلم حياتي لقيادة الروح القدس. الإنسان اللي بيسلم حياته لقيادة الروح القدس هو ضامن سلامة حياته. الإنسان اللي بيعيش حياته بيفكر بعقله هو، بيقود حياته هو، حياته كلها تجارب وضيقات وآلام ولا يستطيع أن يخلص منها.
أما الإنسان اللي عنده حياة التسليم وبيسلم حياته للروح لقيادة الروح القدس هو الإنسان اللي يفضل طول حياته مطمن، وده اللي عاشوه الرسل. أول ما حل عليهم الروح القدس تركوا قيادة الحياة في الخدمة وفي التبشير وفي الكرازة لعمل الروح القدس. وكان الروح القدس يعمل إيه؟ يروح لواحد زي فلوبس يقول له: يا فلوبس، شايف المركبة اللي ماشية هناك ديت؟ روح ادخل فيها وكلم الراجل اللي جواها. ويقول في أجزاء كتيرة في سفر أعمال الرسل إن الروح القدس منع بولس وبرنابا يدخلوا المكان الفلاني أو يتكلموا في المكان الفلاني. كانت حياتهم بتقاد بالروح القدس. يبقى أول حاجة عندي رغبة، تاني حاجة بطلب، تالت حاجة بسلم حياتي لقيادة الروح القدس. طب الإنسان اللي بيمتلئ بالروح القدس بياخد إيه؟ أول حاجة بيبقى عنده ثمار الروح القدس اللي كلكم حافظينها في غلاطية: محبة وفرح وسلام وطول أناة ولطف وصلاح وإيمان وداعة وتحفف. فالإنسان اللي بيمتلئ بالروح القدس بيبقى عنده ثمر، والثمر ده بيبان في حياته. تاني حاجة بيبقى عنده قوة، ما يخافش. كل الرسل ما كانش بيخافوا، واحد زي بطرس قاعد في السجن ومحطوط انه هيتعدم وكان نايم، لدرجة ان الملاك لما جه صحي بطرس ما فاقش لغاية ما خبطه في جنبه لغاية ما فاق. ايه العمق ده؟ ايه النوم ده؟ ايه القوة دي؟ بياخدها الانسان الذي يمتلئ من الروح القدس. ايضا الانسان اللي ممتلئ بالروح القدس بيبقى عنده فرح داخلي لا ينزعه احد منه، فرح جواه منبعه امتلاؤه من الروح القدس واحساسه بعشة ربنا وسكن الله داخله واحساسه بقرب الله منه، فتلاقوه دايما فرحان. تاني حاجة تلاقوه دايما متعزي، عنده تعزية بالرغم من في الام وفي تجارب وفي ضغوط، لكن هو متعزي لانه عارف ان كل هذا يحل الروح القدس في النفس فتمتلئ تعزية وسلام زي ما قال الانبا انطونيوس. فيكون عنده فرح ويكون عنده تعزية ويكون عنده قوة لا يخاف من أي شيء ولا حتى من إبليس. كل الآباء الذين امتلأوا من الروح القدس كانوا لا يخافوا إبليس، كانوا يقاوموا إبليس ولا يخافوه. علشان كده أحبائي الآباء بتوعنا، سواء الآباء القديسين اللي عاشوا في البرية أو الآباء الشهداء، كان كل هدفهم في الحياة ورغبتهم وجهادهم أن يكونوا ممتلئين من الروح القدس. ولما امتلأوا إيه اللي حصل؟ أفاضوا على حواليهم. الإنسان اللي بيشيل من جواه الخطايا وبيقدم توبة باستمرار الروح القدس يقدر يدخل ويملاه. لكن لما يدخل الروح القدس يملاك ويلاقي جواك خطية مسيطرة ما يعرفش يملاك، هتبقى في حتة كده فاضية مش عارف يملاها. الإنسان اللي بيقدم توبة هو الإنسان اللي مستعد لامتلاء الروح القدس. علشان كده تلاقوا إن الآباء اللي عاشوا بقيادة الروح القدس وممتلئين من الروح القدس هما أصبحوا منارة لينا. نبص لواحد زي أبونا بشوي كامل اللي اعترفت بيه الكنيسة، كان منبر ممتلئ بالروح القدس وكان مثالا للخدمة وكان مثالا لقوة الروح القدس الساكنة فيه. نبص لواحد زي أبونا يوستس الأنطوني اللي اعترفت بيه الكنيسة، نجد أنه قديس جاهد على الأرض ممتلئا من الروح القدس وله ثمار الروح القدس. نبص على واحد زي أبونا فانوس الأنبا بولا، نجد أن هذا الإنسان كان يعيش في العالم ويعيش في الأرض ولكن كان يسلك بالروح، لا يكره أحد ولا يغضب من أحد وعايش في فرح دايم، لا يمكن حد يشوفه زعلان أو يشوفه مش مبسوط لأنه كان دائما عائشا فرحا ممتلئا من الروح القدس. خلي طلبتنا وجهدنا المستمر دايما أن احنا دايما نطلب، نقول له: روح الله املانا. ولما روح الله يملانا ويقودنا يعطينا قوة ويعطينا تعزية ويعطينا فرح ويعطينا ثمر. هو لنا المجد الدائم إلى الأبد.